أهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. اليوم عندي فيديو سريع حتى أفرجيكم الـ Cura Settings لطابعة الـ FLSun QQ. إذا أنتم حابين تستخدموا هذا الـ Software حتى تجزئوا أو تسلايس المجسم قبل الطباعة، خلينا نبلش. أول إشي رح نيجي نتأكد منه على الـ Settings، على الـ Printer والـ Manage Printers. انا دخلت اسم جديد FLSun QQ، نروح على ماشين سيتنجز ونتاكد من الاعدادات انها كالاتي: الاكس والواي ويدث والدبث راح نحطهم 260 ملم، الزد هايت راح نحطه 360 ملم. بدكم تتاكد انه البيلد بليت شيب محطوط على اليبتيك لانه الطابعه هي اليبتيك ومش مستطيله. تتأكدوا انه عندنا تيك على الاوريجين ات سنتر، وبما انه فيها هيتد بيد برضه راح نضويها عليها تيك. الجي كود فليفر راح نحطه على مارلين. نمبر اوف اكسترودرز عندنا اكسترودر وحده فراح نتركها على اكسترودر وحده. الستار جي كود والاند جي كود راح افرجيكم الاعدادات اللي انا بستخدمها، بقدر اترك لكم اياها في الكومنت تحت الفيديو. خلينا نروح على الاكسترودر 1. بدكم تتاكدوا انه النوزل سايز محطوط على 0.4 ملم والكومباتبل ماتيريال دايامتر محطوطه على 1.75 ملم. نقدر نكبس كلوز، نقدر نروح على الماتيريالز، تقدروا تزيدوا ماتيريال ودوبليكيت عن ال PLA الموجود اصلي في البرنامج، وبتقدروا تغيروا اسمه ل FPLA QQ. واهم اشي هون انه بدنا نتاكد انه الديامتر 1.75 ملم، بما انه احنا الفيلمنت اللي عم نستخدمها 1.75 ملم. طبعا حسب انتم الفيلمنت اللي عم تستخدموها تاكدوا انها بتطابق الفيلمنت الموجوده عندكم في النوزل لطابعه، وغيروها حسب الطلب. على print settings هاي الاعدادات راح يتم اخذها اوتوماتيكيا من ال print setup هون. هلا راح نكبس close ونيجي نتاكد من ال print setups. هاي اهم اشياء بدنا نكون حاطينها حتى نحصل على ال print لطيفه وجميله والكواليتي تبعتها ممتازه. على الكواليتي انا بحب استخدم 0.2 ملم. Initial layer line width تتأكدوا انه على 100%. الشل انا بحط الوال thickness على 0.8 ملم. بحط wall line count 2، top bottom thickness 0.8 ملم، top thickness 0.8، top layers 4 طبقات، bottom thickness برضو 0.8 ملم و4 layers. Horizontal expansion نقدر نتركها على صفر. هاي الاعدادات هي اللي مهم انه نحطها في البرنت سيت اب. اذا ما لقيتوا اي اشي منها بسهولة بس تيجوا على السيرش واكتبوا الاعداد الناقص. زي ما انتم شايفين bottom layer هون موجود، بتقدروا تعدلوه. اوكي خلينا نسكر الشل، نيجي على الانفل. حسب المجسم اللي عم تطبعوه بتقدروا تحطوا الانفل density. انا بتركها للمجسمات البسيطة 15%، وبالعادة بتركها grid بما انه من احسن انواع الانفل بنقدر نستخدمها. الماتيريال نتأكد انه البرنت تمبرتشر بنحطها على 205. بعض الناس بيستخدموا 200 درجة سلسيوس او 210. 205 رقم متوسط منيح للطباعة وجدته. البيلد بليت تمبرتشر انا بحطه على 60 سلسيوس بما اني بستخدم البلكسي جلاس على سطح الطابعة. نضوي انيبل ريتراكشن، كتير مهم انه نضوي هذا الاوبشن. هذا الاوبشن بيخلي الاكسترودر تسحب الماتيريال بمقدار 4.5 ملم كل ما يكون في حركه للنوزل من موقع لتاني. وبدنا نحط الريتراكشن سبيد على 80 ملم بير سكند.
إذا كنتوا طافين هذا الأوبشن كتير راح تشوفوا التأثير السلبي راح يكون على المجسمات، تقدروا طبعا تطفوه وتجربوا تشوفوا كيف راح يأثر كتير على المجسم، بس أنا بفضل دائما نضويه حتى نحصل على مجسمات ممتازة. تاني اشي راح نيجي على سبيد، البرنت سبيد بحطها على 40 مليمتر بير سكند، انفيل 40 مليمتر بير سكند، وول سبيد 20 مليمتر بير سكند، اوتر وول 20 مليمتر، انر وول 40 مليمتر 40 مليمتر، توب بوتوم سبيد 25 مليمتر، ترافل سبيد 150 مليمتر، انيشال لاير 20 مليمتر بير سكند. زي ما قلت لكم اذا ما لقيتوا اي من هدول الاوبشنز موجوده هون، بس روحوا على السيرش اكتبوا الاوبشن وبتقدروا تضيفوه وتغيروه من هون. اذا حابين تعرفوا بالضبط ايش معاني هاي السرعات بليز اتركوا لي تعليق في اسفل الفيديو، بقدر اعمل لكم فيديو اذا حابين شرح عن هاي الاوبشنز او الخصائص المختلفه. على الترافل ما في اي شيء نقدر نضيفه. على الكولينج لازم نضوي enable print cooling ونترك الفان سبيد على 100%. سبورت حسب المجسم اللي انتوا عم تطبعوه، اذا بحتاج سبورت او لا بتقدروا تتركوا هذا الاوبشن مضوي. على البيلد بليت adhesion انا بحب احط سكيرت، وهي بتطبع حوالين المجسم طبقة صغيرة بس حتى ينظف النوزل من الفيلمنت ويجهز الفيلمنت لعملية الطباعة. Special modes في عنا هون Spiralized Outer Contour، إذا حابين تطبعوا بدون Solid Material داخل المجسم بتقدروا تضعوا هذا الأوبشن وبيطبع لكم مجسم شبيه بالمزهرية أو الفيز مود. هيك بيكون غطينا كل الإعدادات المهمة لتعديلها في كيورا لاستخدام طابعة ال FLSON QQ. إذا عندكم أسئلة بليز اتركوها في الكومنتس. بتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، ما تنسوا تضغطوا على السبسكرايب بوتن، تعملوا لايك للفيديو إذا فاتكم. شكرا لكم، بشوفكم في فيديوز لاحقة، مع السلامة.